بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا في تشابتر 6. هذا التشابتر بعد إحنا ما درسنا تشابتر 3 و4 و5، حكينا عن موديوليشن، حكينا عن الباندويث في بعض السيجنال، حكينا عن السيجنال كاركترستكس، ثم أخذنا الديجيتال تو أنالوج كونفيرجن، بعدين أنالوج تو أنالوج كونفيرجن، أنالوج تو ديجيتال كونفيرجن، and so on. الآن إحنا في شابتر 6 راح نحكي عن الشانل، راح نركز على الشانل نفسه، الشانل اللي بتحمل السيجنال، لأنه أحلى ما الإرسال بصير بالعملي الكاستمرز أو الديفايسز كلهم بيرسلوا بالأخير في شانل شيرد شانل بيناتهم، بترسل إلى الخارج. مثلا احنا في جامعة علوم التكنولوجيا كلنا ان بالاخير في شانل، لما نطلع على الانترنت في ان شانل شيرد ان كلياتنا. مثلا الاف ام راديو في الاردن، كل القنوات كل اذاعات الاردن الاف ام بتاعت الاردن بيرسلوا على في على بباند معينه، كل واحد له فريكونسي معين، كارير معين، والشانل تاعتهم هي الاير. الآن بدنا نشوف كيف هذه channel we can utilize the bandwidth of the channel. لأنه I have multiple customers, they want to share to use this shared link. نفس العملية في ترددات الموبايل، الموبايل لها باند معينة، كل customers اللي على الموبايل ما بيحكوا على الموبايل they are sharing the band. بالتالي how they share it. واحد لحاله يستخدم الشانل ولا كلهم عم يستخدموا الشانل at the same time. بدنا اياهم الجول هون، بدنا اياهم يستخدموا الشانل all of them or most of them up to the capacity of the channel at the same time without interfering with each other، بدون ما حدا يعمل تشويش على الثاني، also keeping the security and the privacy of each channel. طيب هذا بيتم زي ما تشايفين في التايتل تاع الشابتر bandwidth utilization. We want to utilize it as much as we can. Utilization is achieved by multiplexing. فكرة المultiplexing اخذتوها بالديجيتال، اخذتوا الماكس والديماكس. والprivacy والsecurity we can achieve it using what we call spreading. Okay. خلينا so the bandwidth utilization is the wise كلمة utilization معناتها is the wise use of available band to achieve specific goals. The goals efficiency can be achieved. I want to utilize it with the best efficiency, reaching the best efficiency. This efficiency can be achieved by multiplexing, process of multiplexing. لذلك احنا راح نركز على multiplexing هون كثير. The privacy with security or anti-jamming can be achieved by spreading. Spreading احنا ما راح نحكي عنه في هذا الشابتر، تركيزنا كله على المالتيبلكسنج. Okay. So now here the picture again. The picture is like this. I'm having customers. كل واحد له channel. تلفونات مثلا. الان في channel shared بدهم يرسلوا لها. Yeah. بدهم كلهم يستخدموها. I want to utilize this channel. فبدي هون احط some device بسميه multiplex max. هذا الديفايس اسمه max. اوكي هذا الديفايس will allow me will allow the customers to share the channel. الان احنا بنركز how we utilize the bandwidth of this channel. هذا channel لها bandwidth maximum bandwidth maximum capacity، ما بتقدر تخدم كل اليوزرز مثلا دفعه واحده. مثلا الشانلز مثلا ناخذ زين، شركه زين ولا اورنج ولا امني، لايام العيد نادر ما تقدر تمسك خط على شبكه زين او على شبكه اورنج امني. السبب انه many user they are using the band that allocated to زين. طيب اذا هون نعمل عمليه ماكسينج مالتيبلكسينج. مالتيبلكسينج انواع فريكوانسي division. مرة ثانية رجعنا للكاركترستكس اوف ذا سيجنال.
frequency division, يعني we divide the frequency, هذا الشانل الى frequency نعملها division. الwavelength division هذا للفايبر اوبتكس، لانه اللايت ما بنشتغل على الwavelength، لما بنحكي عن اللايت على طول we switch from frequency to wavelength، بنعمل division للwavelength وتعرفين ونيجي عليها ان شاء الله. الان في انواع الملتيبلكسنج كمان تايم ديفيجن ملتيبلكسنج، بالاضافه الى فريكوانسي ويف لينث ديفيجن ملتيبلكسنج، في تايم ديفيجن ملتيبلكسنج، وفي سينكرونس في التايم ديفيجن، نوعين سينكرونس واسينكرونس او ستاتستيكال تايم ديفيجن ملتيبلكسنج. هذول اللي احنا رايحين نشرحهم اليوم، انا راح اشرح هذول الاثنين في المحاضره هاي، والمحاضره اللي بعديها بنشرح اللي بعدها. نبلش الفريكونسي او فكره الملتيبلكسنج مره ثانيه، فراح نوضحها اكثر. شايفين هون في هذه الصوره في عندنا سنجل لينك، this is the link, it has a bandwidth, it has and the bandwidth here is and we have customers, each customer has also a bandwidth. Okay, the link, the bandwidth of the link is usually greater than the need, any bandwidth of the incoming customers or the signal of the customer. Okay, so we want them to share the channel. We want them to share the channel. So we need to have here a multiplexer that multiplex the data, the coming data to the shared channel. لانه انا ما شو بدي اختار واحد لحاله واحد وبعدين بس يخلص باخذ الثاني، هذا شيء ثاني. فالمالتيبلكسنج هي is a set of techniques used to simultaneously transmit multiple signal across the signal، يعني across the link. لان هذه اللينك بدنا اياها تحمل داتا من هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون في تقريبا في نفس الوقت. اوكي، فالمالتيبلكسنج هي it creates multiple transmission channel over single communication link. يعني هذه اللينك كأنها الآن إيش؟ كأنها multiple، فيها منقسمها لشانل، شايفين هون شانل الأولى، شانل الثاني، شانل الثالث، شانل الرابع، كل واحد لكستمر في المنطقة هاي. It's like we divide the channel between the customers or the input signals. But كمان مثلا هذه عندنا احنا ليش بدنا نعمل هيك؟ لانه في عندنا اللينكس الباندوث تاعتها عالي جدا، فما بصير انه كل كاستمر يصير له لينك لحاله. فاحنا هون بدنا يعني بما انها شير فوي ونت تو يوتلايز ات. مثلا الاوبتيكال فايبرز الكاباسيتي تاعته والباندوث تاعته عالي جدا، وساتلايت مايكرويف كمان اللينكس هاف ماتش هاير باندوث ذان ذا باندوث اوف needed by most of the application. يعني one application لحاله، two applications ما they do not utilize the optical fiber up to 100. لذلك احنا we يعني use multiplexing to optimize the utilization of a given bandwidth. يعني بنحط مثلا bandwidth معينة ونحاول نعمل utilization between the customers or the coming in. هذا اللي هون الصورة اللي هون زي ما شايفين هون كان في multiple input customers أو frequencies. هذه هون بالحقيقة هي للwave link، للwave division multiplexing. هاي الصورة وهاي الصورة. هون في عندي wave with lambda 1 lambda 2 lambda، طبعا هون هي الwave link صح؟ فكل يعني كل سيجنال تحمل لمدة معينة. بعدين هون احنا على سنجل فايبر، هذا one channel one fiber، والمالتيبلكسر بيعمل لنا ماكس عليها، وغالبا هذا بيكون اشياء زي المنشور في الويفلينج. بعدين بنحكي عن لما نيجي، بس هذه بس حطيت لكم الصورة عشان يعني to appreciate and to understand the concept of multiplexing. هذه كمان الكونسيبت بطريقة general. انا عندي ماكسون، عندي input line، input channels, input customers, whatever. The max will, اللي هو multiplexer, will combine several channels, اللي هو channel الأولى الثانية والثالثة, into one stream at the end. وديها على D-max. D-max الآن بيعطي بأخذ بيعمل بأخذ يعني
كل 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 شانل بوديها على الريسيفر تاعها. مثال مثلا لو هون هذول كلهم اف ام راديو او اف ام راديو وبرسلوا على على الاير. اوكي الان انت الماكس تاعك بس بودي على الاير. الاير سبحان الله الله خالقه ماكس طبيعي ملتيبلكسر طبيعي في باند طبعا وذن باند معين. انت هون الدي ماكس تاعك عباره عن فلترز الحقيقه في الراديو تاعك. انت بس قاعد بتغير الشانل بتغير من 100 ميجا هرتز ل 5.5 ميجا هرتز. فهو الدي ماكس عندك طبعا في الراديو وانت يو جاست فلتر ذا انبوت سيجنال وتاخذ بس فقط منها السيجنال اللي اذا انك على الراديو هون 100 ميجا هرتز انت فقط بتاخذ السيجنال من بين كل هالسيجنالز تاخذ ال 100 السيجنالز اللي الكارير تاعها 100 ميجا هرتز. الان خلينا نتفق على شغله. هذه اللينك راح اسميها لينك. لما بقول لينك يعني اقصد الفيزيكال لينك. نفرض انه هذا فايبر لينك لكن الشانل هي ال part of the link. يعني نأخذ مثال التلفزيون. لو هذا تلفزيون العربية الجزيرة الأردن الرؤية تلفزيون المملكة وبيبثوا قاعدين على الاير لهم هون في الساتلايت ساتلايت لينك وشغالة للكل. لأن ساتلايت لينك قسم اللينك تاعته لشانل. شانل بتبث للجزيرة. شانل بتحمل الفريكونسي تاع قناة المملكة. شانل فهي الشانل هي part or portion of the link. فاللينك هي الفيزيكال لينك ساتلايت لينك في الاكزامبل اللي انا قاعد بحاول اوضح. انواع الملتيبلكسينج ثلاث، اما فريكوانسي ديفيجن واما ويف ديفيجن واما تايم ديفيجن. ف اف دي ام دبليو دي ام اللي هو ويف ديفيجن ملتيبلكسينج او تايم ديفيجن ملتيبلكسينج. الثنتين هذول الاف الفريكوانسي والويف لينكس والديفيجن عم نستخدمهم للانالوج سيجنال. لما بنرسل انالوج لينك بنعمل هذا للديجيتال ديتا. ديجيتال لما بنعمل عندنا ديجيتال لينك بدنا نعمل ملتيبلكسنج. افضل انواع الملتيبلكسنج للديجيتال ديتا والتايم ديفيجن ملتيبلكسنج. اليوم راح نشرح هذول الاثنين والمحاضره الجايه. هذه محاضره رقم واحد من شابتر 6. محاضره رقم واحد من شابتر 6. نيجي على Frequency Division Multiplexing حتى نوضحها أكثر وأكثر. طيب Frequency Division Multiplexing we are dividing the frequency of the link أو the bandwidth of the link. okay. الـ FDM is an analog technique. الله أكبر الله أكبر بأذن العصر. أوقف التسجيل شوية. طيب نرجع لمحاضرتنا. اذا في الاف ام what we are doing, we are having here a signal to be transmitted. This is the individual signal to be transmitted. Here the signal to be transmitted from مثلا تلفونات او radio stations او شو مكان يكون. Okay. This is the individual signal to be transmitted. الان each signal is modulated with a different carrier frequency. فكل واحد له carrier frequency بنعمل modulation. هذه هي modulated signal بعد ما نعمل modulation بطريقة معينة. Okay. فهذا frequency modulation صار أو في modulated signal. يعني modulated signal هاي اللينك بنرسل عليها. Okay. نفرض هذه اللينك نفرض هذه خطوط التلفون تاعت عندنا بالحي تاعنا. لو في عندي 60 واحد أو 60 كاستمر وخط التلفون طالع من هون الرئيسي بالحي. فكل سيجنال بنعملها مديوليشن. الان الماكس هذا هو الماكس. هذه هي هذا هو الماكس او الملتيبلكسر. اوكي الملتيبلكسر الملتيبلكسر بيودي بيعمل كومباين ذا مديوليتد سيجنالز اول ان وان سيجنال. فهذا الان وان سيجنال كاريد اون ذا لينك. اوكي carried on the link and it is transmitted now over the link. لان طبعا الكارير فريكونسي فكاني انا طبعا هون شو بصير كاني انا اعطيت هاي الباندويث تاع الشانل كلها فاعطيت اول واحد كارير معين
الكارير الثاني اعطيه الكاستمر الثاني اخذ جزء من الباند، الثالث جزء كلهم في بالاخير وان سيجنال كومبايند ان وان سيجنال. الكارير فريكوانسي شود لكل شانل لكل انبوت شود بي سيبريتد انف يوزنج الجارد باندز، يعني لازم هذا البعد بين اول فريكوانسي والذر فريكوانسي لازم يكون كافي وبينات، وممكن يكون جارد باند بحيث هذه طبعا شغله عمليه بحيث ما يكون فيه تشويش. راح نيجي على امثله واحنا ماشيين كمان. هذه الصوره مره ثانيه، انا عندي انبوت سيجنلز وعندي اللينك هاي كلياتها استخدام الفريكوانسي فيجن، هذه لها باندويث معين فاعطينا جزء من الباندويث، يعني اعطينا كارير فريكوانسي لاول انبوت وسميناها شانل 1. Another carrier frequency من التوتال باندويث. اوكي، لنفرض انه الباندويث بتاعتنا بتاعت الشانل مثلا 25 ميجا هرتز. نفرض انه الباندويث بتاعها هي 25 ميجا هرتز وكل واحد بده ياخذ مثلا 30 كيلو هرتز، فاول 30 كيلو هرتز من الرينج من هون، نفرض انه الرينج من 0 ل 25 ميجا او من 100 ل 125 ميج الباند، فاول 30 كيلو هرتز بنعطيهم لاول شانل، انذر 30 كيلو هرتز بنعطيهم للشانل الثانيه لفريكونسي ثاني للشانل الثالثه اند سو اون. فهي بنسميها الفريكونسي ديفجن، وي ديفايد ذا فريكونسيز ذا فريكونسي اوف ذا لينك بتوين ذا انبوت شانل ذا انبوت سيجنال، وكل واحده سميناها شانل. لو اعطينا مثال اف ام راديو لانكم قريبين منها، لو كل واحد الان هذا له اف ام ريد، فمثلا احنا ناخذ الشانل تاعتنا من 88 ميج ل 108 ميج، هاي الباند ويث تاعت الشانل اللي موجوده عندنا في الاف ام ريد. ف نيجي مثلا اذاعه عمان بتاخذ الشانل الاولاني، يعني مثلا عمان او شو بسميه روتانا الشانل الاول، مثلا اليقين بتاخذ الشانل الثاني، اذاعه القران الكريم تاخذ الشانل اللي بعديها، مثلا إذاعة عمان إربد اف ام، فباخذ كل واحد باخذ شانل على هذه اللينك. اللينك طبعا عندنا في الحالة هاي في حالة الاف ام هي الباند الاير باند، اللي واللينك الحقيقي هي الاير، لكن الباند هي اللي احنا بهمنا الاف ام باند في الأردن من 8 إلى 108 طبعا في كل العالم. طيب إذا الاف ام FDM اللي هو Frequency Division Multiplexing is an analog multiplexing technique that combines analog signal. فهي analog للanalog multiplexing استخدمناها. طيب الباندويث بتاعت الشانل هذه ليش شو لازم تكون؟ أنا وضحتها، يعني الباندويث بتاعت اللينك لازم تكون على الأقل تساوي الباندويث of this signal plus this one plus this one على الأقل. Okay. Bandwidth of the input signals of the modulated signal على الأقل ممكن تكون أكبر. Okay. ممكن تكون بعدين راح نرجع ممكن تكون أقل ونعمل إشي ثاني، بس على الأقل يعني the input signal the modulated input signal are then combined. هذا حكيناه. بس آخر ملاحظة اللي هي bandwidth of the link is equal at least to the sum of all input signals band. إذا لازم يرسلوا مع بعض 100%. طبعا احنا نفترض انه هون هم مع بعض يرسلوا. وبالتالي الباندويث هذه لازم تكون على الاقل مجموع الباندويث بتاعت الموديوليتد سيجنال او الانبوت سيجنال اللي يعني هذا بيحتاج 8 وهذا بيحتاج 8 وهذا بيحتاج 8 والباند بتاعته. فاذا هم هذول ثلاث نحتاج هون ل 8 ضرب 3 كيلو هيرتز. في الدي ماكس سهل جدا، السيجنال الان موجوده، مره ثانيه ناخذ الاف ام راديو سيجنال، الاف ام شغاله من الباند 88 ل 108، كل السيجنالز موجودين بالهواء اللينك في هذا الباند. الان الفلتر تاعتنا الراديو، انا عندي بالراديو بشغل الفلتر بس بحط على تردد 198 0.7، فاكون بستمع في الحاله هاي، فالفلتر هذا بمرر احجب كل السيجنال ما عدا السيجنال اللي ليها الفريكونسي تاعها اللي هو كاري فريكونسي 98.7، وبالتالي عشان هيك
لازم تمر السيجنال فقط هذه اللي هي تاعت اذاعه القران الكريم. اذا عندي اذاعه حياه اف ام بتردد 106.5 بالاردن، السيجنالز اللي موجوده هون الفلتر هذا انا بحطه على هذا التردد، والفلتر عباره عن ار سي سيركت، يعني شيء بسيط جدا لو تشوفوا. انا بالزمانات كنت اشرحها للطلاب، لكن الفلتر بالراديو عباره عن ار سي سيركت، سهل جدا، ار ال يعني ار سي ال سيركت، وانتم اخذتوها هاي في الكهرباء لكن ما كانوا يشوفوا لكم هذا فلتر. فالفلتر بيكون عباره عن شغله زي هيك، يعني في سي سيركت وفي ال، وتختار بناء هذا ال ار ال، ما اعتقد في هون كمان ار، ففي كابستر مع ريزيستنس مع سؤال. الفلتر بسيط جدا، بمرر فقط السيجنال اللي حسب الفاليوز للار سي ال. طيب شو عندنا؟ نحل هذا المثال مع بعض. هذا المثال شو بقول؟ بقول انا عندي channel، انا عندي voice channel occupies bandwidth 4 kilohertz. We need to combine three voice channels. كل voice channel، هذه الاولى الثانية الثالثة، بدنا نعملهم combination max. نفرض هذا max، اوكي هذا max، فبدنا نعملهم to a link والباندوث تاعت 12 channel. الباندوث تاعت channel هذه هي او اللينك هي 12 kilohertz. هل بتكفي ولا ما بتكفي؟ الرينج تاعها الباندوث هذا الرينج تاعها من 20 ل 32. طيب فبقول لك show the configuration using frequency domain assuming there are no guard bands. يعني لما channel اول channel بتكون هي، الثاني ملزق فيها بدون guard band، الثالث ملزق فيها لحد 32. كل واحد عم تاخذ اربعه، فباخذ اول اربعه من 20 ل 24 الأول واحد، بعدين في الأربعة اللي ظلوا والأربعة اللي ظلوا بحطيهم للشانل الثاني. فjust dividing the frequency between them. وهذا أعتقد هذه هي المثال. هذا ال three voice channels كل واحد بده 4 كيلو هيرتز. الموديوليتر الآن هذا تعمل الموديوليشن بحيث يعمل shift، وهي كلمة shifting أو key، ويشفت الفريكونسي السيجنال هاي على كارير فريكونسي ثاني بس التردد تاعه من 20 ل 24، لانه اللينك هاي تحمل باندوث تاعها ببلش من 20 ل 32. فاعطينا من 20 ل 24 لاول سيجنال، يعني الفويس لو انا بحكي هون الفويس تاعي بتحمل على موديوليتد سيجنال اللي هي هون موديوليتد سيجنال، بس الرينج تاعها الباندوث تاعها من 20 ل 24. الموديوليتر هذا بنصممه بحيث يعمل موديوليشن او شفت السيجنال هاي لواحد ثاني على التلفون من الرينج على كارير فريكونسي، الرينج تاعه الباند تاعته من 24 ل 28. طبعا الكارير فريكونسي تاعه بيكون في النص، صح؟ كارير فريكونسي هاي الاف 1 الاف 2 الاف 3 بيكون في الميدل هون، ميدل فريكونسي. كمان هون الانبوت الثالث من حمله من 28 ل 32. لذلك احنا كأننا قسمنا الشانل الى ثلاث اقسام، كل قسم 4 كيلو هرتز، ولكن الفريكونسي اللي هون والفريكونسي تاع الشانل، الشانل بترسل من 20 الى 32، لكن هون هذا الباند تاعها، ونفرض انه هون كيلو هرتز، ونفرض ان اللينك تاعتنا الباند تاعها من 20 كيلو هرتز ل 32 كيلو هرتز. فاعطينا اول 4 كيلو هرتز ابتداء من ال 20 لاول شانل، الشانل الثانيه من 24 ل 28، الشانل الثالثه من 28 ل 32. ترسل الان هاي السيجنال كلها كومبايند بهذا الشكل، تكون بهذا الشكل السيجنال طالع على هذا اللينك. بعدين عندي المالتيبلكسر، كل سيجنال باند باس. لاحظ هذه الفلترز ما بيكون باند باس او هاي باس او لو باس. باند باس يعني من سيجنال من فريكونسي معين لفريكونسي معين، من 20 ل 24. هذا الفلتر يعني بنصممه بحيث يكون فقط يمرر ترددات من 20 الى 24. وهذا الفلتر زي ما رسمته بالسلايد الثاني عباره عن ار 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 سي سيركت، بسيط جدا. وهذا بنصممه
بحيث يمرر ترددات فقط من 24 28 وهذا يصمم بحيث يمرر من 28 ل 23 من 28 32 الان كل ريسيفر هون بياخذ السيجنال تاعك وبيمررها للي بيحكي معه. بعضه طبعا بيكون في حاله التليفونات بيكون داخل السويتشز الشغله هاي بتتم. في حاله ال اف ام راديوز بيكونوا بالراديو. نيجي على اكزامبل ثاني او هذا الاكزامبل شو بقول لي؟ بقول لي انه I have five channels with 100 كيلو هيرتز band. كل واحد منهم 100 كيلو هيرتز band. ففي انا بدي اعملهم ملتيبلكس اكيد هون في المثال هذا. فانا عندي five channels 1 2 3 4 5 كل واحد يحتاج الى 100 كيلو هيرتز bandwidth. So we need to multiplex them على link هذا الماكس تاعنا وهي اللينك تاعتنا. What is the minimum bandwidth؟ شو المينيمم باندويث اللي لازم تكون اللينك تاعتنا هذه الباندويث تاعتها شو الرينج تاعها؟ range frequency if طبعا is needed. إذا حطينا guard band 10 يعني الآن لما بدي أمثل اللينك بدي أعطي جزء منها لأول واحدة بعدين بدي أسيب guard band يعني فراغ الفريكونسي ما ألزقهم وشبعة بعطي الثانية وبعدين كمان بسيب فراغ 10 كيلو هيرس and so on فلحد 5 منهم. فالآن أنا بدي أوزع الرينج فبدي أعطي رينج من فريكونسي معين من فريكونسي لو لآخر فريكونسي هذا هو إيش الرينج تاع يعني إيش الباند الباند تاع الشانل لو فريكونسي هاي ماينس الفريكونسي لو فريكونسي هذا. طيب إذا بدنا كل واحد 100 لا نعطي كل واحد 100 لو اعطينا 100 100 بكون بدي 500 بالضبط لو لزقناهم ببعض بدون العشرة هاي اللي هون لو لزقناهم ببعض بدي 500 5 في 100 بدي 500 هذه بدون جارد باند. لكن الان في جارد باند 1 2 3 4 الفواصل بالنص جاي ما في فواصل فدائما يعني انت الباند هي الام ضرب الباند بتاع كل واحد اللي كانت 100 الان هون 5 زائد ان ماينس 1 عددهم مضروبه في بالباند الجارد باند تاعتي اللي هي 10 ضرب 10 ضرب الجارد باند اللي هي ضرب 10 هون ضرب 10 فالان ماينس 1 4 4 في 10 زائد 5 في 100 500 زائد 40 يعني فبصير التوتال 540 شفتوا. إذا أنت بتحسب أول شيء كل واحد لحالها قديش وبتضيف لها الجارد باند قديش عددهم دائما هم إن إذا أنا عندي إن شانلز أو إن كاستمرز أو إن إنبوتس فا إن ماينس 1 هو عدد الجارد باندز اللي بيناتهم. طيب هذا هو اللي حليناه 5 في 100 لكل واحد بده 100 لحد هون لحد هذا فقط بدون جارد باند. الجارد باند عددهم 4 ان ماينس 1 هم 5 فان ماينس 1 4 ضرب 10 فبعطينا 540 كل التوتال. الان في عندي سؤال بدي اياكم تنتبهوا لي هذا مره جبت امتحان سؤال قريب من يعني من هذا في الامتحان قريب من كيف هذا السؤال يقول لي انا عندي 4 داتا شانلز ديجيتال هاي هم الداتا ديجيتال 1 2 3 4 يعني هذول بيحملوا 0 0 زي ما انتم شايفين هون بيحملوا كل واحد منهم بيحمل 0 0 each transmitting at 1 megabit per second سرعه كل لاين 1 megabit per second ماشي. الان they use a satellite link ففي عندي satellite link هون انا رسم كانه هذول الاربعه موجودين على هذا الخط كانوا أربعة by satellite link they use it. الرسمة الأرقام تنتبهوش الأرقام هون بس أنا حطيت يعني عشان أوضح لكم satellite link فكرة satellite link. الآن satellite link channel تاعته أو الباندويث تاعته 1 ميجاهرتز لأنها بتحمل أنالوج يعني هون بدنا نحمل أنالوج هاي السيجنال بدنا نحمل أنالوج satellite link هذه عبارة عن أنالوج سيجنال. الآن الباندويث تاعته 1 ميجاهرتز وبدي اعمل ديزاين ابروبريت فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج. لاحظوا عشان قبل ما نبدا نحل
انا الانبوت مش انالوج، الانبوت تاعي ديجيتال، الاوتبوت از انالوج. اللي تونا درسنا احنا لحد هذه اللحظه كنا انالوج سيجنال زي الاف ام راديو، طلعناها على انالوج لينك، والتليفونات انالوج سيجنال على التليفون طلعناه على انالوج لينك. طيب الان هون مختلف، انا الانبوت از ديجيتال وله ريت، كل واحد كل شانل له ريت معين، والاوتبوت از انالوج. طيب الان قبل ما ابدا احل، ما بصير كونه هون انالوج الفريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج الماكس بياخذ الانبوت تاعه انالوج مش ديجيتال، فانا الان بدي احول الديجيتال على انالوج، فراح احول الديجيتال داتا. واخذنا احنا في الشابتر 5 الان نستخدم معلوماتنا في الشابتر 5 استخدمنا الديجيتال تو انالوج كونفرجن، صح؟ فاخذنا الديجيتال تو انالوج موديوليشن، واخذنا الكوام، واخذنا اذا بتذكروا الفريكوانسي شيفت كي والامبليتيود شيفت كي والفيز شيفت كي، كلهم كانوا يحولوا الديجيتال لا انالوج. طيب اذا الان نرجع لهون، نفرض انه السيجنال لو حولناها لانالوج، الان بما انها الباند ويث تاعت الشانل، خليني اجيب القلم مره ثانيه. الان هذه انالوج، وهون في انالوج، وهون في انالوج، نشوف قيمه الانالوج هذا، وهذه السيجنال كلها انالوج. الان الباند ويث تاعت الشانل تاعت الساتلايت لينك 1 ميج، ال1 ميج بدها تتقسم لاربعة شانل، الشانل الاولى، الشانل الثانيه، الشانل الثالثه، الشانل الرابعه. نفرض انه ما فيش جارد باند. الان هاي الشانل بما انهم 1 ميج، 1 ميج على 4 كل واحد باخذ 250، كل واحد باخذ 250 كيلو هرتز، ال1 ميج ميجا هرتز، صح؟ هاي 250 وهاي 250 250 250 صاروا كلياتهم 1 ميج. الان اذا الانبوت، طيب الان بدي تكنيك ديجيتال داتا اللي جاي هون بسرعه ان 1 ميجا بت بير سكند بدي احولها لانالوج سيجنال هون. شو التكنيك اللي استخدم بدك اياه؟ استخدم الكوام. طبعا الكوام لازم يكون 16، ليش؟ يعني الار، لانه لاحظين السرعه الان بدي الان الاس اللي هون تساوي ان اوفر ار، والاس اللي هي 250. طيب ال 250 الاس انا عندي 250، ارجع لهون 250 والان تاعتي، سوري 250 والان تاعتي 1 ميج، ف 1 ميج على ار ايش بيعطيني 250 في الحاله هاي؟ لا، لازم يكون ار 4. الار 4 بدي ار 4، اما بستخدم 16 كوام او بستخدم 16 في الشيفت كي او 16 امبليتيود شيفت كي او 16 اي شيء بدك اياه يحول لك لديجيتال، اي شيء يحول لك من ديجيتال لانالوج. اسهلهم واحسنهم الكوام دائما سهل. فلو استخدمت 16 كوام، الان كل 4 بت من هون عم بتحولوا الى 1 سيجنال، وبالتالي 250 سيجنال اللي هو 250 هرتز بيحمل 1 ميجا بت بير سكند. شفتوا؟ هذه هي الطريقه اللي فكرنا فيها في هذا المثال. والشرح اللي انا عملته هي موجود هون، انه انا عندي 4 شانل ساتلايت لينك 1 ميج، اي هاف 4 شانل، ال1 ميج لازم اقسمها على 4، كل واحد باخذ 250 هذا انالوج. الان السيجنال اللي داخلي عندي هون ديجيتال، عشان احولها لانالوج لازم استخدم تكنيك ديجيتال تو انالوج كونفرجن. اخترنا هون 16 كوام، تختار اي 16 بدك اياه، 16 كوام 16، لكن هذا اسهل واحد ويعني appropriate. It is very appropriate. نستخدم دائما الكوام في شغلنا. الآن لو نيجي على العملي في التلفونات، مثلا التلفونات شو بيعملوا؟ بيجوا ما اللينك، طبعا بيستخدموا اذا بيشوفوا بمدوا بالشوارع عم بتلاقي اللينك هيك شيء يعني ماسوره كبيره وفيها سلاك فايبر او بتكون سلاك عاديه تاعت التلفونات العاديه. فهم شو بيستخدموا في الحاله هاي؟ بيستخدموا الاتي. مثلا هذا حي من الاحياء، ويكون بالحي سويتش، كلهم بيكون سويتشز داخل الحي. انتم بشو يعني ممكن تشوفوا السويتشز
بتاعت التلفونات، فبيستخدموا الفريكونسي ديفجي مالتيبلكسنج، فبيجوا ل 12 شانل، 12 بيت خط تلفون، بيحطوا وان سويتش. الوان سويتش هذا عباره عن ماكس باي ذا وي، وبيسموا اللينك اللي طالع منه بسموها جروب. فالجروب هذه الباند بتاعتها 4 ضرب 12 اللي هي 48 كيلو هيرتز، بتحمل سيجنال كومبايند سيجنال او موديوليتد سيجنال اوكي ب 48 كيلو هيرتز. فهي فيها 12 فولت، هي فيها حي كامل. بيجي حي ثاني عندنا فيها كمان له سويتش او 12 شان، فبتلاقي الكابينه تاعت الحي فيها مجموعه من السويتشز اللي هي مجموعه من المكسب. بعدين بيجوا على خط اكبر شويه يسموه السوبر جروب. السوبر جروب بيحمل خمسه من الجروب هذول، خمسه كل واحد 48 كيلو. فلما تضرب خمسه في 48 كيلو هرتز عشان تعرف قديش يعني الكباسيتي او اللينك تاعه، تطلع 240. 60 فويس، ليش 60 فويس؟ هاي يسموها سوبر لانه هذا خمسه كل واحد منهم 12، خمسه في 12 كمان بيعطيني 60 خط تلفون. السوبر يعني الكيبل تاع السوبر جو بخدم 60 خط تلفون. هذا بيكون بالاحياء الكبيره، يعني هذا بتلاقي مثلا في شارع، بعدين بالحي الكبير يكون خط كبير زي هيك. والان في شيء اسمه ماستر جروب، هذا الماستر جروب يتكون من 10 خطوط من السوبر جروب، 10 في 60 بيعطيني 600 فويس شانل، والسرعه تاعته او الباند تاعته اللي هو 240 ضرب 10 بيعطيني كمان هذا رقم زائد بعض واخر شيء الجامب جروب، هذا كيبل كامل بروح على خط البريد الرئيسي في المدينه، بيكون جامبو جروب. فهذا بيكون من 6 ماستر، 6 في 600 بيعطيني 6 في 6 3600 فويس شانل. فهذا ممكن يعني يخدم، فبتلاقي خطوط التلفونات عند البريد فيها مجموعة من هذول، هذا بيكون مثلا الحي الشرقي، هذا الحي الجنوبي، هاي لها جزء أنسون. فهذه هي اللي بتكون يعني موجودة في اللاينز الموجودين في 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 الشوارع. فبلشوا من fewer to larger to larger to larger to larger حتى يخدموا الأحياء. هيك they optimize installation cost، يعني بدل ما يحفروا بالشوارع كثير بيحفروا لمجموعة من كل شارع بتلاقي فيه سوبر أو ماستر جروب كيبل. لكن مشكلته بعض الأحيان أي فيلير في اللينك بيعطل كل الحي. طيب إذا هيك خلصنا الفريكونسي ديفيجن مالتيبلكسينج. بيضل نحكي عن الابلكيشن تاعي. الابلكيشن تاعتهم في الاي ام راديو والاف ام راديو. اللينك تاعتنا هون في الاي ام راديو واللي هو الاير، اللينك تاعتنا بدها تكون بالاير. اذا بنعطينا هذا مثلا اف ام راديو، فهذا قناه القران الكريم 98.7 مثلا بتبث، في قناه يقين بتبث على 97.7 اعتقد، and so on. كل واحد له كارير. فالان هم كلهم بيبثوا عن طريق الاير على الابراج تاعتهم. فهذه هي اللينك تاعتنا، السيجنال كلها انالوج سيجنال موجوده في الاير، لكن الباند تاعتها موجوده من 188. هذه هي الباند اللي مصرح لها بكل الدول للاف ام راديو انها تبث عليها 108. الان فايتش ستيشن انا الفويس اون تاعتنا اللي هو بيكون 15 كيلو هيرتز الباند بتاعته. الباند هذا من 0 ل 15 شيفتد على الكارير 98.7 تاع القران الكريم، اذا بنقرا القران داخل هذا. وبعدين ات از مودوليتد، طبعا في جارد باند بتكون بري ديفايند، وزي ما شرحناها في الشابتر اللي فاتت الجارد باند بيناتهم قديش كانت 200 200 كيلو هرتز ولا 10 نسيتها، شوفوها في شابتر 5. فكان في جارد باند بري ديفايند في كل دوله بتحددها. اوكي الان ترانزيت سيجنال ار مودوليتد سندد ات ذا سيم تايم.
والريديو الان عندي في الريديو، اذا انا هون بستقبل في السياره بس اعمل السويتش على الريسيفر على التردد البديه، بيجيني من كل بين هالسيجنال هالفلتر بيعمل لي فقط بمرر لي القران الكريم وبسمعه على التردد 9.8.9 98.7. اوكي، ونفس العمليه في الاي ام راديو كمان. مثال ثاني التي في برودكاست، كل واحد من التي فيز قنوات التي في بيرسل على تردد معين للساتلايت لينك، فالجزيره الى تردد، العربي الى تردد، وكلهم they are يعني modulated on the air. وانت الفلتر عندك في الريسيفر في التلفزيون اللي عند الريسيفر عند التلفزيون، هو اللي بيعمل لك الفلتر وبدخل لك السيجنال اللي بتختار قناه الجزيره او القناه العربيه. طيب في عندنا كمان الادفانس تليفون موبايل سيلولر فونز اللي هو فيرست جينيريشن اللي بسموه ادفانس موبايل فون سيستمز. ادفانس موبايل فون سيستمز هذه اول ما طلعت الموبايلات القديمه، هذا لها باند معين، مثلا نفرض انه زين لها باند من 800 ميجا هرتز. الان كل تليفون، كل خط تليفون لما انت بتحكي بالتليفون بيعطوه 3 كيلو هرتز فوكس، ف تيبيكالي هذا 3 كيلو خط التليفون، كل خط تليفون بياخذ 3 كيلو هرتز. بيعملوها موديوليشن، لكن الان الموديوليشن بيتم على 30 كيلو هرتز شانلز، وبيعطوك 2 شانلز، شانل لان عشان ترسل الصوت تاعك وشانل عشان تستقبل الصوت اللي بتحكي معه. ف when you dial up two channels will be reserved for you. This is channel for transmission and channel for receiving the signal. Carrier frequency اللي بيعطوك اياه حسب يعني assigned to you based على available frequency من الباند. اذا الباند تاعت زين فيها 25 ميجا الباند تاعتها مثلا، فتاخذ انت منها 30 كيلو هرتز الافيلبل. عشان هيك اذا في العيد كلهم بكونوا محجوزين، وانت لما تحكي بقول لك اللاين از بيزي، الشبكه ما تمسك معك، لانه يعني بكون كل الناس حاجزين الشانلز هذول. هسه بنشوف يمكن مثال كيف نوزع الشانلز او قديش كيف عدد الكاستمرز اللي بنحملهم. هذا المثال بقول لك الادفانس موبايل فون سيستم they uses two bands. حكينا مثلا هذا عندنا في الحقيقة زين، هون في أكثر من باند موجودين حاليا لزين وعلى ترددات مختلفة. الآن اوكي، اذا انا عندي تو باند، الباند الاولى من 824 ل 849، هاي الباند اللي الاولى هون، هذا الباند الثالثة. فالباند الثالثة هذه اذا طرحناها من بعض 25 ميجا هرتز، يعني من هون من 824 ل 849 في عندي 25 ميجا هرتز. الآن بما إنه كل في السايد اللي قبلها قلنا كل يوزر بده يحكي بالموبايل بنعطيه 30 كيلو هرتز على الخط، خط فقط ترانسميت وخط ثاني للاستقبال. فإذا قسمنا ال 25 ميجا على 30 كيلو هرتز، هذا اللي فوق بالميجا واللي تحت به هذه بالميج وهذه بالكيلو، فراح يطلع عندنا هذا 833 كاستمرز او 833 خط. اوكي، فبيعطونا يعني هذا بيقسموها طبعا مش هذا الرقم 832 شانل. الان على هذا لهذا البان بيقدر 832 واحد يحكي على تليفون الموبايل باستخدام الباند هاي. طبعا زين لها باندز غيرها، و حدود 3-4 باند بالأردن موجودين لزين، و3-4 باند لأورنج، وكل واحد له باند بعيدة عن الثاني مختلفة عن الثاني. طيب فبعض الأحيان بيستخدموا، مش كل الشانل بيعطوها للكستمرز، في بعضهم بيعطوهم للكنترول عشان التتبع والرومينج والسويتشينج كنترولينج وات ايفر.
في كنترول شانلز ب 42 محجوزين، بظل عندهم 790 شانل هو للكستمرز ممكن يستخدموا في هذا في هاي البنك. طبعا هو القليلين، فعشان هيك زين في الاردن لها اكثر من بنك، واورنج لها اكثر من بنك موجود، خاصه انه كل واحد مش بس بده يحسب بده يحجز تو شانلز، شانلز للارسال وشانل للاستقبال في الحاله لما بيحكي. طيب هيك خلصنا من الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج. نيجي على الويف لينك ديفيجن مالتيبلكسنج. هذا لا يستخدم في للفويس وغيرها ولا للساتلايت، هذا يستخدم لللايت او الفايبر اوبتكس موديوليشن. عشان هيك بلشنا نحكي بلغه الويف لينك، انه لانه اللايت تردداته عالي جدا، فاذا بدك تحكي بالفريكوانسي، الفريكوانسي بالجيجا والتيرا، فاللايت ناخذه في الويف لينك، فبنقول هذا الديفايس ببث بويف لينك لامدا 1. وغالبا هاي الويف لينك ترى بتكون بالمايكرو بالنانو، بالنانو يعني مثلا 62 نانو سكند، سوري 62 نانو متر، او 100 مايكرومتر ان سو اون. فالانبوت بيكون بهذا الشكل. المالتيبلكس بده يكون منشور ترى زي المناشير، يعني نستخدم قزاز عشان نعمل مالتيبلكسنج، او قزاز يعني شيء مصنع بطريقه نقي. ف this is designed for high bandwidth fiber optics cables wavelength. نفس فكره الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، except that we are using a max for optical signals, not for لانه اللينك هون تاعتنا is fiber optic channels. فالoptical signals they have very high frequency signals and they are usually defined by their wavelength. وبالتالي هون عم نحكي نجمع الwavelength لبعضهم بهذا الشكل اللي انت شايفه. الديماكس نفس العملية، بدنا زي المنشور اللي كل wavelength أو كل optical signal تروح على الريسيفر تاعها. فهاي فكرتنا، أكثر من هيك بدناش نعرف عنها. فالWDM technique to combine optical signal، هذه زي ما تشايفين الماكس والفكرة الماكس زي هي فعلا زي المنشور مصنع بطريقة معينة، بيعمل ماكسينج بشتت اللايت أو بيعمل له كومباين بهذا المرحلة، وبعدين بيرد في الريسيفر يحوله. وإحنا الآن عندنا هذا موجود في 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 الجامعة، نستخدم قاعدين optical fiber optics cables، ولذلك متوقعين نلاقي الماكس والدي ماكس في السيركتس، واللي اللي بتحمل اللي بتستقبل وبتحمل اوبتيكال سيجنال. طيب راح اوقف المحاضره هون الان، ابتداء من السلايد 24 وطالع هي للمحاضره الثانيه، عشان نحكي عن تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، واللي غالبا هي ديجيتال بروسيس ل تعمل تايم شيرنج ديجيتال داتا. عشان هيك شايفين من الرسمة هاي الانبوت كمبيوترز او موبايلز او غيرها. طيب فنتوقف ويعطيكم العافية ونشوفكم في